بعدما كان لزاما على المواطنين المولودين بالخارج المسجلين في التمثيلية الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج التنقل لمقر وزارة الخارجية بالعاصمة لاستخراج وثائق الحالة المدنية، أصبح اليوم من الممكن استخراجها من مقر بلدية إقامتهم. كل هذه النشاطات في إطار المادة 27 من الدستور التي تنص على سهر الدولة الجزائرية على تعزيز روابط المواطنين المقيمين في الخارج مع الأمة وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصل الجزائر. بالموازاة مع ذلك، أطلقت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أرضية إلكترونية لطلب شهادة الكفاءة لرخصة السياقة للمواطنين المقيمين بالخارج لغرض تحويل رخصة السياقة الجزائرية إلى أجنبية في ظرف 3 أيام. بعدما كان مواطنون في الخارج ينتظرون لعدة شهور من أجل حصولهم على هذه الوثيقة بالطريقة الكلاسيكية، فإنهم اليوم يطلبونها بطريقة إلكترونية ويتحصلون عليها بالصورة ذاتها في مدة تتراوح أو في مدة لا تتعدى 3 أيام. العملية تدخل في مسار استكمال عصرنة الخدمة العمومية التي شرعت فيها وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصالح وزارة الخارجية، والتي من شأنها التقليص من مدة الانتظار والتخفيف من الوثائق التي تثقل كاهل المواطن.